للأسبوع الحادي عشر على التوالي يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين احتجاجا على خطة الحكومة بقيادة نتنياهو لتغيير النظام القضائي. من المقرر أن تنظم الاحتجاجات في المدن والبلدات الإسرائيلية. سيجري الحدث الرئيسي في وسط تل أبيب في 6 مساء بالتوقيت المحلي. ومنذ عودة نتنياهو لمنصب رئيسا للوزراء تحاول الحكومة تقديم تشريعات يقول المعارضون لها أن من شأن أضعاف النظام القضائي في إسرائيل. معنا من رام الله موفد بي بي سي عصام عكرماوي. مع انتظار خروج هذه التظاهرات، هل تحافظ على زخم الأسابيع الماضية عصام؟ بالفعل هذه التظاهرات مستمرة ومتواصلة وحافظت على زخمها منذ اليوم الأول. أصبحت التظاهرات أسبوعية. أيضا هناك تظاهرات تجري خلال الأسبوع ضد ما يخطط له أو ما يقول نتنياهو إنه ضروري، وهو الإصلاحات، ما يسمى بالإصلاحات القضائية. الإسرائيليون الذين يخرجون إلى الشوارع للتظاهر يقولون إن هذه المقترحات ستقوض النظام الديمقراطي في إسرائيل، لأنها ستمنح الحكومة السلطة على الجهاز التشريعي، بحيث سيكون تعيين القضاء في يد الحكومة وليس في بشكل مستقل. هذه التظاهرات كما قلنا مستمرة، رغم وهناك تطور جديد وهو الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ قبل يومين من أجل الخروج من هذه الأزمة، لكن هذا الاقتراح تم رفضه بسرعة من قبل نتنياهو وحلفائه في اليمين الذين يصرون على المضي قدما في هذه ما يقولون عنه الإصلاحات القضائية. رغم المعارضة الكبيرة في الشارع الإسرائيلي، نتنياهو يقول إنه حصل على تفويض من خلال المصوتين الذين صوتوا للليكود والأحزاب اليمينية في شهر نوفمبر الماضي، لكن المعارضة تقول إن نتنياهو خدع الناخبين لأنه لم يتحدث وقتها في برنامجه الانتخابي عن ضرورة اللجوء إلى الإصلاحات الديمقراطية القضائية عفوا. لذلك هذه الأزمة مستمرة في إسرائيل، والبعض يحذر من أن الانقسام الحالي في إسرائيل قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حرب أهلية. من رام الله موفد بي بي سي عصام عكرماوي، شكرا جزيلا لك.